اتفضل يا حاج. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور يا حاج. اتفضل يا حاج. منور يا حاج. اتفضل يا حاج. اقعد يا حاج. اقعد يا حاج. منور يا حاج. اتنين شاي يا عم مرزوق بسرعه والنبي. لا خليها قهوه والنبي عشان نصحصح معاك. تؤمرني يا حاج. اتنين قهوه يا عم مرزوق. من عنادي اتنين. حاضر. سحب ولا ايداع ان شاء الله. شكلها كده ايداع. صح؟ صح. لو سمحت يا استاذ فاضل. تؤمرني. ممكن بعد اذنك اعمل ايداع؟ الشباك ثلاثه حضرتك. الشباك هنا قفل خلاص. بقول لك ايه؟ هو رياض بيه لسه ما رجعش من الاجازه؟ لا رجع وموجود في مكتبه. طب ما تقوم بينا يا احمد نشرب القهوه عنده في المكتب. هجيبها لكم يا حاج لحد جوه، بس يا ريت قبل ما تدخل المدير كان ليا طلب صغير. في 10,000 دولار كده بتوع جماعه حبايبي وكنت عايز اغيره. يا سلام عينينا ليكن. هم معاك دلوقتي؟ هيكونوا عندك يا حاج قبل ما تشرب القهوه. يا عم الدار امان. هكتب لك شيك بالمبلغ دلوقتي ولما تجيبهم وبحطهم في حسابي، بس ما تنساش تجيب لي قصار. طب بالنسبه للسعر يا حاج؟ اعلى سعر في السوق وبما يرضي الله ملناش بركه غيرك. بس ده عشان انت حبيبنا مش لاي حد. والله اهل كرم يا حاج، وكرم كرم كمان. الله يكرمك. احلى اتنين قهوه يا استاذ فضل. وديها مكتب المدير، واوعى القهوه تتدلدق منك احسن الوش يروح. حاضر. من عنايه اتنين. وادي الشيك بتاعك يا سيدي، خد اصرفه في الخير. يلا يا احمد. يلا بينا يا حجيجه. اتفضل. يا بركه. بسم الله. بسم الله. بقول لك ايه؟ عمر حاج. يا الاستاذه دي اول مره اشوفها. مين دي؟ الاستاذه جميله لسه جايه من فرع الجيزه ما بقالهاش يومين. جيزه. قلت لها يا احمد بطل لك. ايه يلا يا حجيجه. يلا يا حبيبي عايزين ننس. يلا اتفضل يا حاج. اتفضل. عفوا يا حاج فتحي، ما البلد لازم تهمى عملتها، مش معقول يقعدوا يتفرجوا كده ويسيبوا الجنيه يتبهدل بالشكل ده. يا سبحان الله، ده كده بقى بيحموه بالدراع مش بالشغل. لو عايزين يحموه بصحيح يحموه بحاجه تانية، يصنعوا ويصدروا، يزرعوا ويصدروا، كده الجنيه هيبقى ليه عازه، لان اللي هيستورد هيحتاج الجنيه. اما الوقت ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اللي معاه جنيه عايز يغيره بالدولار او بالمارك. اسال احمد اخويا، ما تقول له احمد. عنده حق في كل كلمه قالها. الدولار دلوقتي بقى زي الذهب، طول ما هو عندك طول ما انت مطمن يا رياض بيه، وطول ما انتوا شغالين زي النار. كله عاوزه برب الفلق. جرايه يا رياض بيه. امرني يا حاج. الامر لله يا سيدي. احنا بالصلاه على النبي كده عايزين نودع 4 مليون دولار. 4 مليون مرة واحدة؟ انت عمركم ما عملتوها. طول الوقت بتحبوا تناموا والدولار تحت مخدتكم مش في البنك. في الحقيقة بس لقينا المخدة عالية قوي. قلنا ننيمهم عندكم كام يوم بس لحسن يطبوا ويقشطوهم. وراويين تناموهم كتير؟ والله على حسب يا رياض بيه. الحكاية لسه في أولها، محدش عارف رايحة لفين. طيب هات الشنط دي عشان يعدوا الفلوس. لا الشنط دي ما تبعدش عن عينينا. بتقول له أحمد. تعالوا معايا. اتفضل. يقول لك حد يعطيني فلوس. انا عايزك تفضي نفسك خالص عشان تعد الدولارات. حاضر يا فندم. فين الشنط يا حجاج؟ اهي الشنط اهي يا ريس. اتفضل. بس بالراحه عليها يا ابو حميد. عينيا يا حاج. ويسمي كده، خلي ربنا يطرح لنا فيهم البركه باذن الله. ان شاء الله هتدعم معانا شويه يا رياض باشا. الزباين بتاعتنا هتيجي تودع بالمصري وهتاخد الدولار بالشيكات او بالعكس. ومال؟ مفيش مشكله، ربنا ما يجيب مشاكل. وعايزينك تفضلنا مكتب برضه الحبشي جوز اختي، هيجي يقعد معاك في البنك. تحت امرك يا حاج. شوف حد يعد معاك عشان نخلص. زكي تعالى عد معاك. حاضر. طيب ايه رايك بدل ما تعمل شيكات للدنيا كلها، اعمل لحبشي توكيل بالتعامل على الحساب، يسحب ويودع ويشيل ويحط. ده طبعا لو حبشي محل ثقات. طبعا طبعا. يا سلام، ده حبشي ده هو الثقه نفسها. بس انا كان قلبي هيبقى مطمن اكتر لو محمد اخوك هو اللي قاعد في البنك. ما ينفعش يا حاج، محمد قلقان وهيفضل قلقان طول ما هو قاعد في البنك. ويلا من ايه؟ طول ما العمله معاه جوه البنك محدش يقدر يجي جنبه، لكن لو خرج بيها بره عتبه باب البنك يتمسك، القانون بيقول كده. يا سبحان الله. طب واحنا ايه يا حاج اللي خلينا نتعامل في العمله بره البنك؟ احنا نتعامل جوه البنك تحت عين وحراسه القانون. ولا حد يقول لك تلت التلاته كام؟ حلو قوي 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 قوي. بص بقى يا رياض بيه، لا محمد ولا حبشه هيقعدوا في البنك، انا اللي هقعد في البنك. اتصل ده يا فندم. شكرا. ده بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. مظبوط مظبوط. بمناسبة المعلومات بقى يا باشا، ما ينفعش يبقى عندي شاشة زي دي في البيت. ينفع طبعا. بتقدم عليها في وكالة رويتر للأخبار وبتدفع الشراك كل شهر حوالي 6000 جنيه تقريبا. 6000 جنيه في الشهر؟ اللهم صل على النبي. بس تركبها لي النهارده. مش للدرجة دي يا حاج فتحي،
دي نازل لها كام يوم عقبال ما تخلص اجراءاتها وتركبها. كام يوم ده ايه يا باشا؟ بص بقى يا رياض بيه، انا اخويا راجل سخن لا يؤجل عمل اليوم الى الغد، هو مش هينام الا لما تركبوها له. طب وانت تعملوا بيها ايه يا باشا؟ هي تركب وبعدين يحلها الف حلال. شاشه زي دي لو عندي في البيت هتبقى مصدر للمعلومات، اقدر اعرف اسعار السوق في مصر وبره مصر. ومين عارف يا رياض بيه، يمكن شغلنا يعدي الحدود. ان شاء الله هيحصل يا احمد عسليه. ربنا يوسع عليكم. بس بعد اذنك يا حاجه، ليه عندك شرط يا باشا؟ انت ما تشرطش، انت تؤمر امر. انا عايزك تستفيد، وعايز البنك والدوله كمان يستفيدوا. يا فندم احنا تحت امر البنك وتحت امر الدوله. انت لو هتشتغل في 5 مليون دولار وتقعد تحط وتشيل فيهم كل نص ساعه او كل 5 دقايق، يعني البنك هيشغل عندك خزنه ومش هيستفيد منك حاجه. مظبوط؟ مظبوط. انا بقى عايزك تعمل وديعه بمليون او 2 مليون دولار لمده 6 شهور او 3 شهور، وما تجيش جنبهم عشان انا كبنك اقدر اشغلهم واتعامل بيهم طول الفتره دي. مليون او 2 مليون دولار، وانا هستفاد ايه؟ ما انت هتاخد الفايده بتاعته. فايده ايه يا باشا؟ الفايده دي ضحكه على الدقون، الفايده دي كلام فاضي. انت استفيد من حته تانية، انت هتشتغل في البنك كانه شركه الصرافه بتاعتك. انا بحلها لك بسهلها لك عشان مصلحتك، بس برضه يهمني مصلحه البنك والدوله، وربنا يعلم اني ماليش اي مصلحه في الموضوع. يا رياض بيه لو سمحت اعتبرنا موافقين. موافقين ده ايه يا احمد؟ انت اتجننت؟ عايزنا نجمد مليون دولار او 2 مليون دولار 3 اشهر؟ طب ليه؟ عشان البنك يا حاجة أكيد عنده مشاريع عايز يمولها، ولو البنك مولها أكيد هيزدهر ما بين أقرانه من البنوك. ده نمرة واحد، سيبك من ده كله. البي أمر عايز كده، وانت قلت له أمر، خلاص بقى ننفذ يا حاج. اللي تشوفه حاج أحمد. موافقين، بس أنا ليا شرط، تسيبنا شغل الفلوس دي شهرين ثلاثة. ايه يا حاج اللي انت بتعمله ده؟ قوم يا راجل، انت عيب ما صحش. انا قاعد على الارض ليه تعد فلوس؟ قوم اقعد على الكرسي. قوم يا جدع، حبشي ومحمد بيحملوا العربيات وهيجوا، ما تتعبش نفسك. اتعب نفسي؟ يا ريت كل التعب زي ده، دي متعه متعه. وبعدين حبشي مين اللي يعد لي فلوس؟ ده انا ما املوش على 2 جنيه، مش على الرزم. رزم يا احمد، رزم. هات لي شويه ميه ريق نشف. على عيني يا رب يا اخويا، اسقيك من زمزم. انا وانت يا حبيبي، انا وانت هانت. كلها 3 اشهر ونروح نحج ونشرب من زمزم جماعه ان شاء الله. امين يا رب. خلاص يا حاج، حملنا 3 عربيات على البركه. 3 عربيات ليه؟ احنا مش متفقين على 2؟ لازمتها هي الغرامه يا احمد. وانت مالك ومال العربيه الثالثه يا حاج؟ لا اله الا الله، دي بتاعت انا ومحمد جايبينها على حساب. يا سلام. يا ابن الجنيه، يعني انت ومحمد اللي طيبين ولاد حلال، وانا اللي شرير ووحش. طب ايه رايك بقى العربيه الرابعه لحسابي انا لوحدي؟ ايوه كده، اطلع بيها. الله يبارك لك، وسع الناس، ربنا يوسع عليك. اكتر من كده وسع، ده احنا في نعمه. ولا اقول لك ما يحسد المال لاصحابه. يا بركه دعاك يما، يا بركه دعاك. ايه ده كله يا احمد يا ابني؟ فضل خيرك يا حجيجه، شويه قراص يا على تين على مشمشيه على عين جملوس، كل الحاجات. انا يا ابني عمري ما اشتغلت في الحاجات دي، وحتى لو اشتغلت فيها مش هشتغل بالكميه الكبيره دي. وبعدين تعالى هنا، مين في منطقتنا بيتعامل مع القراصي والمشمشيه وبوز اللوز؟ يا حاج خليهم ياكلوا، اهو اللي بياكل ياكل اكتر، واللي ما معهوش اديله يا سيدي بالتقسيط. ربنا يرزقك يا ابني ويهديك من واسع، ويبارك لك في القليل يكتر قادر يا كريم. امين يا رب، بفضل دعاك يا حاج. انا هطلع اشوف مواشم واشوف سميحه بعد اذنك وانزل تاني، بس ما تحاسبش حد ولا تدي وهبه لحد، انا مخلص كل حاجه. طب وانت نازل هات لي البيت مواشم العب بيها شويه. على عيني. نازل يا ابني نازل، يلا قعد.